جايبة الهدية، الفرصة اليوم لكلية جابتلكو شد بيا. كل يرفيع المهمات وآية الكرسي لقيتي الحفاضة الذهبية داخل باك دالة، تصلي بالرقم الأخضر باش تحصلي على الكولي ديال الذهب ليك وآية الكرسي لطفلك كيسواو 3 مليون سنتيم. غزال هاد الكولي. أي معادلة. أهلا ومرحبا بكم في جولة الصحفية، نقدمها لكم من قناتكم شوف تي في. نستهل جولة من يومية المساء والتي عنونت في الصفحة الأولى اختلالات بالملايير في الصفقات للتخييم تهدد بالإطاحة بمسؤولين كبار في وزارة العنصر. وأضافت اليومية أن مصادر كشفت أن عددا من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة يعيشون منذ أول أمس حالة الترقب الشديد بعد أن وجه محمد العنصر مذكرة طالب فيها مندوب الوزارة بموافاته وبشكل مستعجل بجميع التفاصيل حول الشركات التي فازت بصفقات التخييم بعد أن تقرر فتح تحقيق شامل في الموضوع. باقي التفاصيل تقرؤونها بيومية المساء. ننتقل إلى يومية الصباح والتي عنونت أطباء حصلوا على الدكتوراه دون امتحانات. وكتب صاحب المقال: كشف أساتذة أطباء وإداريون بكلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة الحسن الثاني بالبيضاء عن فضيحة من العيار الثقيل، حينما تداولوا أسماء طلبة محظوظين تمكنوا من الحصول على دبلومات التخرج دون اجتياز جميع الامتحانات والاختبارات والتدريب الإلزامية المبرمجة. باقي التفاصيل تجدونها بيومية الصباح. أما يومية أخبار اليوم فقد عنونت 35 مغربيين التحقوا بداعش في مايو ويونيو الأخيرين رغم المراقبة الأمنية. وأضافت اليومية أن معطيات صادمة توصلت إليها من مصادر أمنية تقول أن حوالي 35 داعشيا تمكنوا من مغادرة المغرب خلال شهر مايو ويونيو فقط، ويعزز هذا تقرير صادر عن مرصد الشمالي لحقوق الإنسان. باقي التفاصيل تجدونها بيومية أخبار اليوم. الدرك الملكي بالجديدة يلجأ إلى تحاليل الحمض النووي للوصول إلى المتهم بالاعتداء عليها، هكذا عنوان جريدة الأحداث المغربية. وكتبت الجريدة أن عناصر الشرطة القضائية أحلت لدى الفرقة الترابية بالدرك الملكي بمركز مولاي عبد الله أنظار أول أمس الخميس عينات من الحمض النووي للشابة المعاقة على مختبر التحاليل العلمية التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط قصد التوصل إلى الجاني الذي اعتدى عليها جنسيا. باقي التفاصيل تقرؤونها بجريدة الأحداث المغربية. إلى هنا نأتي إلى نهاية الجولة الصحفية، دمتم في رعاية الله. فرحتنا برمضان مع سداري ميزيدور اللي كيهديكم على كل مترو خديه ميزيدور الخاصة بالصالون والمعروفة بتوب ميزيدور. عرض صالح إلى 7 يوليوز. ريشبوند، يا سلام.